من رام الله ينضم إلينا القيادي في حركة فتح منير الجاغوب، ومن يركا في الجليل الأعلى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية الدكتور منصور معدي. أهلا وسهلا بكم. أبدأ منك سيد منير الجاغوب ضيفي من رام الله. تتحدث الأطراف وحتى الداخل الإسرائيلي يتحدث عن رد بناء من قبل حركة حماس، ويقول أنه لأول مرة تسقط حماس اشتراطها وقف الحرب في المرحلة الأولى. ما الذي يعنيه ذلك؟ مساء الخير أخت مروج لك وللسادة المشاهدين. يعني ذلك بأن حماس يعني أمام معضلة في داخل قطاع غزة كبيرة. الآن كل قطاع غزة يعني يتساءل، كل هذه المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ونعود وكل هذا التدمير وكل ما يحدث في القطاع، وحركة حماس يعني تضع أصابعها بأذنيها باتجاه ما يحدث مع المدنيين العزل في قطاع غزة. أعتقد بأن تنازل حركة حماس جاء من هذا الضغط في الحالة الداخلية في قطاع غزة. المواطنين يعني لم يعودوا يحتملون أكثر من ذلك في القطاع، وحركة حماس واضح بأنها يعني رضخت أكثر شيء للمطالب المدنية في قطاع غزة. الناس الآن تقول يعني فقط أوقفوا هذه المذابح ضد الشعب الفلسطيني، نحن لا نريد أي شيء إلا وقف هذه المقتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل. وأعتقد هذا هو سبب يعني تراجع حركة حماس، أو أنها قبلت بأن لا يكون هناك يعني وقف لإطلاق النار في المرحلة الأولى، ولكن بالتأكيد في المرحلة الثانية والثالثة هو أحد الشروط الرئيسية بالنسبة لحركة حماس، وقف إطلاق النار بشكل كامل وانسحاب الاحتلال. طيب. بالتالي يعني الموضوع منطقيا هو له علاقة بالحالة المدنية والضغط المدني في داخل قطاع غزة، وحالة الناس النفسية والبدنية والتدمير في داخل القطاع. دكتور منصور، اليوم هناك اجتماع بين نتنياهو وأعضاء الكابينت وسيتم مناقشة الأمر، على ما يبدو كما قال فراس مراسلنا من القدس أنه نتنياهو بين نارين، بين نار الضغوط العسكرية، الجيش ورؤساء الأركان يقولون أن الجيش يئن ويتذمر إرهاق وإحباط، ومن ناحية أخرى اليمين المتطرف يهدد بالانسحاب من الحكومة. في ضوء هذا الرد من قبل حماس، كيف سيكون رد الفعل الإسرائيلي؟ تحياتي لك أخت مروج وللمشاهدين الكرام، وكذلك لضيفك الأستاذ منير. طبعا قراءة المشهد حتى الآن توحي بأن حماس غير قادر على إدارة المفاوضات، وأنها تنظر من خلال مصالحها دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة والمعاناة الفلسطينية الواسعة كما ذكر ضيفك. يعني طبعا في المرحلة الأخيرة هي تخضع للإملاءات الدولية والإسرائيلية وتقدم التنازلات بكل ما يتعلق بوقف إطلاق النار في المرحلة الأولى أو انسحاب من قطاع غزة. طبعا اليوم لسؤالك سيتم عقد جلسة منذ أن تم إنهاء مهام الكابينت الأمني المصغر، اليوم تنعقد ولأول مرة جلسة في هذا الموضوع لاتخاذ القرارات. طبعا أنا برأيي أن نتنياهو معني الآن بإبرام صفقة، لأن هذا يتوافق أو يتزامن مع مراحل خططه، وهي الانتهاء من اجتياح رفح والاستيلاء على محور فيلادلفيا ومعبر رفح وبكل ما يتعلق في التشكيل الضغط العسكري، وقد يريد أن يبرم هذه الصفقة كي يخفف من حدة الاحتجاجات في الداخل الشارع الإسرائيلي. هناك احتجاجات ليس لوقف الحرب في غزة أو الخروج من غزة في الشارع الإسرائيلي، ولكن من أجل إطلاق سراح المخطوفين. كذلك نحن سمعنا أن سموتريتش بدأ بتغيير نغمة اتجاهه حول إبرام الصفقة، ولكن هذا سيضع حماس كذلك الآن في زاوية تجبره على التقدم، لأن هناك جاء هذا الإيحاء أو الاتفاق على إبرام الصفقة. طبعا هناك مؤشرات إيجابية هي نتيجة أول شيء الضغوطات الأمريكية على قطر ومصر ودخول تركيا إلى الساحة، ليس فقط ما ذكر ضيفك الكريم الأستاذ منير الحالة الإنسانية. بدون شك أنا أوافقه الرأي
100%. طبعا الضغوطات العسكرية كذلك بكل ما يتعلق بما ذكرته سابقا بالتواجد على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، هذا الوريد المغذي لحماس. حماس أيقنت كذلك الآن بأن سلطتها الإدارية خارت، وكذلك قوتها العسكرية يعني باتت بين قاب قوسين أو أدنى، وأن هناك خطر على مكانتها، وهي تريد الدخول في مرحلة جديدة من أجل التفاوض مع السلطة الفلسطينية أو الدول العربية. طيب، قد يكون لكن متوافق. نعم، سأعود إليك دكتور، لكن سيد منير، ما زال نتنياهو يعطي للعالم للداخل والخارج هذه الإشارات المتضاربة، يعني من ناحية هناك حديث عن تقدم في المفاوضات، لكن من ناحية أخرى يعود ويكرر أنه لن ننسحب ولن نوقف العمليات العسكرية إلا بعد هدف القضاء عسكريا على حماس بشكل كامل. هدف نتنياهو المعلن هو القضاء على حركة حماس كما يقول، ولكن الأهداف التي خلف هذا الهدف هي أهداف عديدة. هذه الأهداف هدفها هو ترحيل الفلسطينيين. يا سيدتي، عندما تنتهي هذه الحرب أو تتوقف حتى لو مؤقتا، أين سوف يعود الفلسطيني؟ إذا لا يوجد منزل ولا مدرسة ولا مركز صحي ولا بنية تحتية ولا كهرباء ولا ماء، إذن التفكير سوف يصبح في الهجرة الطوعية، وهذا هو المخطط الأساسي عند هذه الحكومة اليمينية، هو ترحيل الفلسطينيين. تحدثوا بذلك في بداية هذه المعركة عن ترحيلهم إلى سيناء، وسمي بالترحيل الطوعي أخرى، فتح باب أو الهجرة الطوعية. الهجرة الطوعية بالضبط. ولكن أما موضوع أنه يعني القضاء على حركة حماس، هو يعني المتحدث باسم الجيش وحتى نتنياهو وجميعهم مقتنعين أن هذا الموضوع ليس بالموضوع السهل. يعني أصغر حزب فلسطيني موجود في الساحة الفلسطينية لم تستطع إسرائيل القضاء عليه، فبالتالي سوف يقضي على حركة مثل حركة حماس متجذرة في قطاع غزة تحديدا بشكل كبير، أغلب عناصرها مسلحين موجودين بين الناس. فالموضوع الكبير هو القضاء على حماس، والأهداف المتفرعة عن هذا الهدف كثيرة. مثلا أحد الأهداف تهويد الضفة الغربية مقابل التهاء الناس في المعركة في قطاع غزة. الآن ما يحدث يوم أمس مثلا قرب بلدة عقربة في جنوب نابلس، مصادرة 30,000 دنم من أراضي المواطنين، شرعنة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، شق طرق استيطانية جديدة. صحيح إسرائيل تخوض الحرب العسكرية في قطاع غزة، ولكنها أيضا تخوض حرب ثانية، هي حرب مصادرة الأراضي والتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية وتهويد مدينة القدس والعمل على ترحيل الفلسطينيين. بالتالي يعني أهداف نتنياهو مترابطة لا تنفصل عن بعضها البعض، ويعلن عن هدف كبير هو أصلا لا يريد أن يحققه أو يصل إلى نتيجة فيه، مقابل أن يحقق الأهداف الثانوية الأخرى التي هي أهم من الهدف الذي يسعى إليه بنيامين نتنياهو. لعل هذا أيضا واحد من المحاور أو النقاط التي نتناولها بالحديث، لأنه الانشغال في تطورات غزة حرفت الأنظار عما يجري في الضفة الغربية. فإحدى المنظمات الإسرائيلية كشفت، طبعا هي مناهضة للاستيطان، أن تل أبيب وافقت على أكبر عملية مصادرة منفردة للأراضي في الضفة الغربية منذ أكثر من 3 عقود، لتجعل هذه الخطوة من عام 2024 سيكون هو عام الذروة فيما يخص مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن خطوة ضمي الأراضي تهدف إلى قطع الطريق أمام أي مساعي دولية تدعو إلى قيام دولة فلسطينية. أعود إلى ضيفي من إسرائيل مرة أخرى دكتور منصور. دكتور منصور، بالنظر إلى هذه التطورات وما أشار إليها أيضا دكتور الجغوب من أنه إسرائيل تستفيد أصلا من تعطيل صفقة تبادل الرهائن وإطالة أمد الحرب بأنها تحقق هدفها بحسب السيد الجغوب، وهو ترحيل الفلسطينيين، يترجم حرفيا هذه النظرية الواقع الذي نعيشه الآن من مصادرة الأراضي، من التوسع في بناء المستوطنات، ما رأيك؟ أولا بالنسبة للترحيل، أنا لا أظن أن إسرائيل لديها خطط لترحيل. هناك دول عربية، هناك مصر، هناك رأي عام، هناك أمريكا. أنا لا أوافق زميلي وأستاذي الدكتور، وهناك أمر واقع.
طبعا هناك رغبة فلسطينية داخلية لأنها استاءت من هذا الوضع، هي تريد أن تترك تنزح من قطاع غزة، حتى من الضفة. أنا أقول لك الآن الضفة تجلس على ما يقال برميل من المتفجرات. في داخل الضفة 24 كتيبة، الوضع ليس بالهين، هناك إمكانية انفجار داخل الضفة نتيجة الأوضاع الأمنية والأوضاع الاقتصادية. 250 ألف عامل منذ 9 شهور لم يدخلوا إلى إسرائيل للعمل، السلطة السؤال، غير هل قادرة سعت إسرائيل لهذا لتكريس هذا الوضع تزامنا مع العمليات في غزة يعني خدمة أجندة معينة يقول السيد الجغوب بأنها واضحة وهي مسألة تفريغ السكان؟ ليس بتفريغ السكان، ولكن هذا الأعمال التي قامت بها حماس والاجتياح الإسرائيلي إلى غزة خدم اليمين المتطرف. الآن هناك حكومة لنتنياهو، طبعا من يتبنى هذه الحكومة ويديم أمدها هو سموتريتش وبني غفير. طبعا الجميع يقول بأن نتنياهو رهينة لهؤلاء الاثنين، ولكن أنا أقول لك أن من يدير هؤلاء الاثنين هو نتنياهو. طبعا هناك سياسة الإرضاء بكل ما يتعلق بشرعنة المستوطنات والشوارع الالتفافية ومصادرة أراضي، هذه فرصة سانحة الآن لهذه الحكومة لتحقيق كل المرامي. من يتحكم الآن في داخل الضفة هم المستوطنين، حتى الجيش غير قادر يقول على ضبط مراسلنا أنه الخطة تهدف إلى أن يكون هناك مليون مستوطن في الضفة الغربية. تخيل لو أصبح هناك مليون مستوطن في الضفة الغربية، أين سيذهب الفلسطينيون؟ أنا أقول لك بأن الحديث عن حل الدولتين أو بكل ما يتعلق بحل القضية الفلسطينية سيبقى مصطلح على الطاولة على الأقل لفترة 15 سنة لاحقا، لأنه لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية الآن الموجودة حتى لو خلفت نتنياهو من المركز أو من اليسار لن تتحدث عن دولة فلسطينية. ولكن أنا برأيي ليس هناك داعي للخوف أو للتخويف بأن سيدخل مليون فلسطيني. رأينا أمس كيف قامت الإدارة المدنية والسلطات الإسرائيلية بهدم بؤرة استيطانية جديدة قاموا ببناء. طيب مقابل هدم بؤرة يعني يتم بناء 1000 مقابلها، يعني هي معادلة حسابية دائما تصب في صالح الاستيطان، هذا هو الواقع على كل حال. طيب هناك بدون شك هناك سياسة إرضاء لسموتريتش قام بشرعنة بعض البؤر الاستيطانية وتوسيع بعض الخرائط طيب. الهيكلية طبعا بحجة أن هناك بما يدعى بأراضي دولة، ولكن أنا بحسب رأيي هذه سياسة إرضاء ستكون يعني مؤقتة، والجانب الأمريكي لن يرضى بذلك. كذلك نتنياهو على عتبة أن يصل الكونغرس الأمريكي، لا يريد استشاطة الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي أخذ باتخاذ خطوات ضد هؤلاء، والعالم العربي سيقف أمام طيب. هذا الأمور، وبرأيي مجرد تخويفات. نقطة أخرى سيد الجغوب، وهي في منتهى الأهمية في منتهى الخطورة، وكان مراسلون تحدثوا عنها مرارا وضيوفنا أيضا، وهي مسألة إضعاف السلطة الفلسطينية، أموال المقاصة التي لا تحول، بالإضافة إلى حرمان أكثر من 130 ألف فلسطيني تقريبا من العمل ومن دون مصدر رزق منذ بداية الحرب. يعني ذلك انهيار كامل للسلطة الفلسطينية، هل هذا متعمد من قبل إسرائيل برأيك؟ طبعا متعمد. انت سيد مروج اذا تنظر للحال الإسرائيلية في الضفة الغربية، عندما قلت بأنها حرب أخرى ولكن بهدوء، يعني الموضوع له علاقة وقف أموال المقاصة، يعني وقف رواتب ربع مليون شخص يستفيدون من هذه الرواتب هم وأسرهم، أو يعني حوالي 100 ألف موظف مقابلهم ربع مليون، وربع مليون لا يعملون في إسرائيل، هي نصف مليون فلسطيني معطلين. إذا هدول نصف مليون فلسطيني اللي هم الركيزة الأساسية في الاقتصاد تعطلت، إذا كل الحالة الاقتصادية في الضفة الغربية تعطلت. خصم أموال المقاصة هو جزء من تضييق حياة الناس، أين سوف يذهبون؟ هذا هو الذي أتحدث عنه في عملية البحث عن لقمة العيش و الرحيل الطوعي الذي تبحث عنه إسرائيل. موضوع آخر هذا الصباح تفاجأ فيه الناس هو تخفيض كمية المياه التي تضخ إلى الفلسطينيين حوالي 40%،
يعني الماء اصبح لا يصل الى الفلسطينيين بشكل منتظم، هذا يعني فوق عمليه المقاصه والاموال الان في موضوع المياه. موضوع ثالث هو حواجز الاحتلال، 220 حاجز احتلالي داخل الضفه الغربيه. يا سيدتي حتى تصلي الى رام الله في الوضع الطبيعي بحاجه الى 35 دقيقه، الان 6 ساعات حتى يصل المواطن الفلسطيني الى مدينه رام الله او اي مدينه في داخل الضفة الغربية، وممكن أن يخرج عليه المستوطنين ليقوموا بتكسير سيارته أو إصابة أفراد أسرته. أصبح الفلسطيني يقسم أولاده إلى نصفين حين يتنقل ما بين شوارع الضفة الغربية حتى لا يقع المحظور ويقتل جميع العائلة. الأرجح هنا سيد منير، عملية التضييق الإسرائيلية هي السيناريو الأرجح هنا بعد هذه عذرا على مقاطعتك، لكن السيناريو بعد هذه العمليات وبعد إصرار إسرائيل على إضعاف السلطة الفلسطينية، نتحدث عن فوضى، نتحدث عن انهيار السلطة، نتحدث عن وضع فوضوي تماما في قطاع غزة، من سيتحمل هذه الفاتورة؟ إذا سمحت لي في ملاحظة سريعة، إذا يعني في ملاحظة سريعة، من سوف يتحمل هذه الفاتورة؟ الاحتلال. كل هذه الجرائم التي تشاهديها الآن ضد الشعب الفلسطيني سوف ترتد على الاحتلال. بعد سنة سنتين ثلاث سنوات لن يذهب من مخيلة الأطفال ما يقوم به الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. في لحظة ما حدث 7 أكتوبر وحدث ما حدث، كل ذلك كان بسبب ضغط إسرائيلي على الفلسطينيين وعدم إنهاء الاحتلال. السيناريو التي تبحث عنه إسرائيل الآن باتجاه السلطة الفلسطينية هي الفوضى، هذا ما تحدثت فيه قبل قليل. هي إذا قامت بإنهاء عسكريا سوف تجد الكثير من المشاكل في العالم، ولكن تريد إنهاءها كما أنهتها في قطاع غزة عن طريق تسهيل أمور سيطرة حماس على القطاع. الآن هي تريد لجهات وفوضى وسلاح في الضفة الغربية أن ينتشر، قتل بين العائلات، مشاكل داخلية تثيرها الأجهزة الأمن الإسرائيلية، تريد من هذه الفوضى تقويض السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى التقويض المالي والمياه وما ذكرته قبل قليل، وهي تعمل على كل الجهات لإسقاط السلطة الفلسطينية أو إنهاء حكمها ليعود الحكم العسكري الإسرائيلي كما كان قبل عام 93، والقضاء على التمثيل السياسي الفلسطيني الذي ممكن في أي لحظة أن يقود الفلسطينيين إلى دولة أو إلى استقلال. هذا دعني أخذ رأي دكتور منصور في هذه النقطة، لأن هناك بالفعل تقارير إسرائيلية تتحدث عن أنه من شأن هذه الخطوات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية أن تؤدي إلى فوضى وتعزيز لشعبية حركة حماس في الضفة، بينما في الخلفية دعم مالي إيراني من أجل دفع عمليات مسلحة. يعني كل هذا سيرتد على إسرائيل، لماذا لا تضع إسرائيل ذلك في حساباتها؟ أولا بدون شك كما ذكرت بأن الضفة الغربية تجلس الآن على برميل من المتفجرات، قد ينفجر الوضع في كل لحظة وقد تكون هناك انتفاضة ثالثة، ولكن الجميع يتحدث عن إسرائيل وعن الاحتلال ولا أحد يتحدث عن حماس التي أودت بالسلطة الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني إلى هذا الحال. من يقوض شرعية السلطة ويريد إنهاء السلطة والقيام عليها والانقلاب عليها هي حماس، بدأت من عام 2006 و2007 واستمرت حتى الآن. حتى يعني أنا إسرائيل وحماس مع بعض طبعا أخ منير، هذا يخدم مصلحة اليمين، أنا أعطوهم فرصة بدون شك، أنا أوافقك الرأي. فلماذا السلطة لا تقف أمام كل هذه التحديات وبصوت عالي؟ كانت هناك أصوات قالها أبو مازن في القمة العربية في البحرين، أننا لا نريد إيران ولا نريد حماس ولا نريد أي جهة أن تحمينا، من فعل ذلك أودانا إلى الهاوية. حتى حماس الآن اتخذت هذا القرار برأيي للتوجه إلى إبرام صفقة، لأنها تعلم بأنها تودي بالضفة الغربية إلى الهاوية، وقد يكون الضغط على حماس داخل القوة الأخيرة أو العنصر الأخير لها في الضفة يعني تحت تهديد. وأنا أقول لك بأن كل وللمشاهدين الكرام بأن من أودى بهذا الوضع هو حماس، خدم مصلحة نتنياهو واليمين المتطرف. فأين السلطة؟ الجميع يوجه إصبع الاتهام إلى إسرائيل، ولكن هناك ثلاث أصابع توجه إلى الداخل، يجب أن توجه إلى الداخل الفلسطيني. يعني الأمور المقاصات والأمور المالية وكل ما يتعلق، هذه أمور شكلية ومادية سيوجد لها الحل مع الدول العربية ومع أمريكا، والجميع سيعود إلى اتفاق أوسلو بدون شك. المقاصات
هي أمر إرجاع الأموال الفلسطينية، هذا حق فلسطيني، هذا مدرج في اتفاق أوسلو، لا حق لإسرائيل بأن من يدافع تبتزل. عنه؟ من يدافع عن هذا الحق؟ وهذا هو السؤال. طيب، مواكبة لملف ظهيرة، اسمحوا لي ضيفاي الكريمان، نحن طرحنا هذا السؤال على متابعينا على منصات التواصل الاجتماعي، هل يقبل نتنياهو برد حماس على صفقة التهدئة؟ الإجابات جاءت كالتالي: 76% صوتوا بلا، هم لا يعتقدون أن نتنياهو سيتعاطى مع رد حماس المتعلق بالتهدئة وصفقة المحتجزين، في حين أنه 24% هم تفائلوا بأنه يمكن أن يحظى رد حماس بموافقة نتنياهو. تعليق دكتور منير الجغوب على تلك على ذلك التصويت. يعني أنا أعتقد بأن نتنياهو لا سوف يذهب إلى الصفقة في المرحلة الأولى، لأنه يريد أن يقلل عدد المدنيين الأسرى داخل قطاع غزة، بالتالي هو سوف يذهب إلى ذلك، تحديدا أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار، يعني تبادل أسرى مقابل تبادل أسرى، يخفف عدد الموجودين داخل القطاع ويخفف الضغط الشعبي الإسرائيلي عليه في داخل إسرائيل، بالتالي هو سوف يذهب إلى الصفقة في مرحلتها الأولى ثم يفرض هذا العقد كما فعل قبل 6 شهور، يعني ذهب إلى صفقة وعندما أخذ ما يريده أنهى ذلك من طرف واحد وعاد القصف ومن جديد، بالتالي هو حتى في هذه المرحلة إذا ذهب إلى المرحلة الأولى لن يذهب إلى المرحلة الثانية، ولكن أنا أقول لك يعني 100% هو ذاهب إلى الصفقة الأولى التي لها علاقة بإطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد من الأسرى الموجودين في قطاع غزة. دكتور منصور، ما رأيك، هل سيستسلم لضغط العسكريين نتنياهو وبالفعل يقدم على هذه الصفقة، أم سيذهب باتجاه التسويف والتسويف والمماطلة؟ من أجل الاختصار، أنا أوافق الأستاذ الدكتور منير في تحليله، وأنا أريد أن أؤكد أن ليس هناك ضغطا عسكريا، المؤسسة العسكرية أتت إلى نتنياهو وقالت له انتهينا من اجتياح رفح، حققنا كل الإنجازات العسكرية، يجب الحديث على اليوم التالي. نتنياهو يريد أن يحقق هذه الصفقة من أجل أن يسجل له إنجاز وأن يأتي إلى الكونغرس مع إنجاز بأنه حقق، وكذلك من أجل تخفيف حدة الضغط في داخل الشارع الإسرائيلي بكل ما يتعلق حول الاحتجاجات من أجل إطلاق سراح المخطوفين، وهذا شكرا. سيعطي له يعني سيؤمن له نفسا طويلا آخر في الاستمرارية. طبعا إسرائيل لن تخرج من معبر من محور فيلادلفي، قد تخرج من معبر رفح وفق تأكيد ضمانات أوروبية أو مصرية، وستبقى على محور نتسيرين وستبقى في الأماكن المتاخمة حول الجدار، يعني خروج الجيش الإسرائيلي لن يكون في الأفق القريب. وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لضيفي من يركا في الجليل الأعلى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية الدكتور منصور معدي، وأيضا أشكر ضيفي من رام الله القيادي في حركة فتح الدكتور منير الجاغوب، شكرا جزيلا لكما.